كابتن ايمن كابتن طبعا كابتن مروان، مبروك يا مروان. هي مباراه في الدوري لكن كان لها حسابات خاصه بالنسبه للاعبين، لان كان عندنا غيابات واصابات وظروف استثنائيه. اللعيبه اتحضرت ازاي؟ كلمتوا بعض قلتوا ايه؟ ببارك لك وبارك لكل اللعيبه على الثلاث نقاط وعلى الفوز بالمباراه. الحمد لله احنا مركزين طبعا بلعب بنات الزمالك، نادي كبير طبعا. اللعبه كلها كانت مركزه ماتش في الدوري، كنا مركزين الفتره اللي فاتت، عندنا اصابات كتير الفتره اللي فاتت، والحمد لله اللعبه كانت مركزه وكانت رجاله. وببارك النهارده للشيف على الجونين، بسم الله ما شاء الله يا رب، دايما في اهداف، وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره. وهي مباراه في الدوري وان شاء الله مركز في الماتشات اللي جايه يعني باذن الله، واللعبه كلها كانت رجاله الحمد لله. بتقولي لعلي لطفي على اصراره الكبير وجديته الحقيقه، يعني الكل بيحييه، مساند الجمهور النادي الاهلي. تقول له يا مروان انا كنت بدعي له من بره والله، وعارف ان هو هيصد والله، كان انا كنت بدعي له من بره واقول له مبروك على الاداء، ودايما الاجوان كلها متالقه، وان شاء الله الفتره الجايه باذن الله وتبعد عننا الاصابات يعني ان شاء الله، واللعبه كلها رجاله، وده النادي الاهلي يعني دايما معودنا دايما على الفوز. الله يبارك فيك حبيبي، ربنا يخليك. اكيد بنشكر اكيد مروان والكابتن سامي قمصان وكل لعيبه النادي الاهلي. الحقيقه كابتن سامي يعني كابتن ايمن، الحقيقه مجهود كبير جدا بوز من لعيبه النادي الاهلي، وظروف استثنائيه، هم دول اللعيبه وهم دول لعيبه النادي الاهلي، الجديه، الاصرار، الشخصيه، روح الفانيله الحمراء، كل الامور دي بتفرق مع النادي الاهلي. النهارده المباراه زي ما قلنا يا كابتن هتنتهي بالروح، وهو ده فعلا اللي حقق. فرحه كبيره طبعا على قد المباراه، مباراه في بطوله الدوري العام، فرحه هتاخد النهارده دقائق بسيطه، لكن خلاص هنبدا نخش في المرحله الثانيه. كابتن